And we like it here very much. It's peaceful, and it's a good thing being in the ruins of the Romans. بأهلنا وبمجتمعنا فإننا لا نعادي إلا من يعادي الإنسانية وإننا لا نقف إلا في وجه مصاصي الدماء ونحن نحب أن نذكر في هذا اليوم أن يقتدي العالم بالتعايش في لبنان. المرجع الديني أصدرت فتاوى لكل المسلمين الذين يعيشون في أمريكا وفي أوروبا وفي كندا وفي أي مكان بأنه يحرم عليهم الإساءة إلى أمن البلد الذي يعيشون فيه ويحرم عليهم الإساءة إلى الأوضاع العامة لنظام البلد الذي يعيشون فيه.